إذا قيل لك ما فائدة التوحيد مع كثرة الذنوب؟ فقل: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لا إله إلا الله، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فإن قيل هناك من يعذب وهو يقول لا إله إلا الله، فكما أسلفنا يكون مآله إلى الجنة. لكن لتعلم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن من لديه ذنوب عظام قد لا تحصى ولا تحصر إذا قال لا إله إلا الله ثم بعد هذا القول منه قول لا إله إلا الله لم يأتي بعدها بذنوب ثم مات، تلاشت تلك الذنوب ودخل الجنة من غير أن يسبق هذا الدخول عذاب. في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيخلص الله عز وجل رجلا من أمتي. وعند ابن ماجه: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقول الله عز وجل: يا عبدي ألك عذر؟ أظلمك ملائكتي؟ فيقول: لا يا ربي. فقال الله عز وجل: إن لك عندنا حسنة. فقال: يا ربي وما تفعل هذه الحسنة مع هذه السجلات؟ فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع تلك السجلات العظام، توضع تلك البطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله في كفة، فتطير تلك السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن هذا الرجل لما قالها وكانت عنده ذنوب عظام قالها وبعد ذلك لم يتبعها بذنوب فمات، فإن هذا الحديث يخرج على ما قال رحمه الله. فنسأل الله عز وجل أن يميتنا وإياكم على التوحيد والسنة.